هاي بنات، فيديو النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، لان بنات كتير بعتتلي على الانستجرام بتقولي شيماء احنا طاقتنا خلصانة، احنا بنشوف فيديوهاتك بتدينا طاقة وبتدينا شجاعة بتدينا باور ان احنا نحقق احلامنا، بس احنا حياتنا الحقيقية عكس كده تماما. انا ما عنديش طاقة، الطاقة السلبية ورايا، انا حاسة بالاحباط، ما عنديش هدف، ما عنديش احلام، انا عايشة حياتي كده زي المركبة بدون شراع او بدون موتور، الامواج عمالة تاخدني وتجيبني وتوديني وتجيبني، انا دايما الفشل ملازمني، انا دايما مش عارفة انجح، انا مش عارفة احقق احلامي. وفي بنات كتير بعتتلي على الانستجرام قالت لي شيماء انت بتدينا طاقة وحيوية وبتحسسينا ان انت قادرة تعملي كل حاجة، انت بتجيبي الطاقة دي ازاي؟ انا جاية اقول لكم النهاردة ان انا كنت زيكم، كنت عندي اكتئاب وكنت دايما حاسة بالفشل والاحباط وحاسة ان انا مش عارفة احقق اي حاجة في حياتي. اول حاجة الموضوع بسيط جدا يا جماعة، زي ما قلت لكم انا كان عندي اكتئاب لمدة سنتين، كنت عايشة في وسط اهلي بصراحة، كنت يعني ما كنتش شبههم خالص، كنت انا يعني حاسة ان انا اتوجدت في بيئة، اتوجدت في عيلة، اتوجدت في بلد انا مش شبه اي حاجة من دولتي، ولا بلد ولا عيلة ولا اي مكان انا كبرت اتوجدت فيها، فخلقت البيئة المناسبة ليا اللي حسيت بيها ده اللي انا عايزة احققه، ده اللي انا حاسة ان انا مرتاحة فيه، بحقق افكاري، بحقق اهدافي، بحقق احلامي، فخلقت الوضع، خلقت البيئة، خلقت العالم المناسب ليا. طبعا ده ما جاش بالساهل، ده طبعا جه بالارادة والقوة والعزيمة، واهم حاجة مجهود كبير انا بذلته. اول حاجة لازم تعمليها عشان تبعدي عنك الاحباط وتتخلصي من الطاقة السلبية ودايما احساس الفشل اللي ملازمك ده، لازم يكون عندك روتين. يعني ايه؟ هنفصص تفاصيل الروتين. معظم البنات اللي بتكلمني في كل 1 to 1، انا سايبة اللينك على الانستجرام لو حابة تحجزي معايا الكول، اول حاجة بسمعها بعرف حياتها عاملة ازاي، بحط لها روتين خاص بيها على حسب تفاصيل حياتها، سواء البيزنس او الحياة العاطفية العائلية او حياتها بصفة عامة كالمجتمع حواليها. انا جاي النهاردة احط لك الروتين بصفة عامة تقدري تخصصيه وتظبطيه بالشكل اللي يناسبك، بس انا جاي اقولك على اهم نقاط الروتين ده. اول حاجة لازم تعمليها الصحيان بدري. شيماء انت جاية يعني تتكلمي في ايه دلوقتي؟ الصحيان بدري، ما عنديش اهداف، اصحي بدري، ما عنديش حاجة اعملها الصبح، اصحي بدري. الصحيان بدري في قوة رهيبة هتحسيها جواكي، انا عايزة الاحساس ده يكون جواكي وتزرعيه جواكي وتحسيه كل يوم. اصحي بدري كل يوم الصبح قبل كل الناس، اول ما تصحي من النوم روحي فرشي اسنانك، اعملي تانج سكرابينج، غسيل اللسان ده مهم جدا عشان بيبقى فيه سموم على اللسان بتاعتنا، لازم تشيلي السموم دي، بلس روحي اغسلي وشك، حطي شموع في الأوضة او زيوت عطرية، حطي برفيوم، سرحي شعرك، غيري البيجامة، البسي لبس شوية رياضي، شورت وسبورت برا، انتي لسه قاعدة في اوضتك، احنا ما طلعناش برا الأوضة. اعملي عالم خاص بيكي، اعملي روتين صباحي خاص بيكي يحددلك مسارك طول اليوم. صحينا بدري، غسلنا اسناننا، غيرنا ملابسنا، شغلنا الشموع وعملنا الاضاءة اللي بتريحنا، جيبي ورقة وقلم، اكتبي كل حاجة بتفكري فيها، اكتبي كل حاجة مضايقاكي، اكتبي انتي نفسك تروحي فين، انتي عايزة تحققي ايه. انا يا جماعة كان احد احلامي وانا صغيرة طفلة مفعوصة، ما كانش عندي اي يعني، خاصة ان انا كنت في 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 عيلة او في اهلي كانوا مغلقين عليا جدا، كنت اقول لهم ايه، انا لما اكبر هتجوز واحد اجنبي واسافر العالم، كانوا بيضحكوا عليا، وده اللي حصل، انا متجوزة، ادي زوجي بريطاني والحمد لله دلوقتي بنلف العالم مع بعض وبنحقق احلامنا سوا وبنحقق الباشون بتاعنا. انت كمان تقدري تحققي احلامك حتى لو البيئه اللي حواليك غير مناسباكي، دايما بتصبطك، دايما بيدوكي طاقه سلبيه، ناس مش شبهك، انت عايزه تطلعي توصلي فوق السما، تحققي احلامك، تكسبي فلوس، تلاقي شريك الحياه، تسافري، تتفسحي، اول حاجه لازم تعملي روتين لنفسك، تصحي بدري، تكتبي افكارك كلها على ورقه، بعد كده تعملي تمارين التنفس والتامل،
تمارين التنفس والتأمل. يعني ايه تمارين التنفس؟ ليها وضعية معينة، اكتبي على جوجل ايه هي تمارين التنفس، اعملي حاجة بسيطة. املي الرئة بتاعتك اكسجين، حتى لو انتش عايزة تعملي سيرش، استنشقي هواء بقوة، طلعيه بقوة كذا مرة، خدي نفس عميق 10 مرات، اقعدي مع نفسك، غمضي عيونك، اوضتك تبقى الاضاءة فيها خافتة، اصحي الساعة 5 قبل ما الشمس تطلع والنهار يشقق، اقعدي كده فكري مع نفسك زي ما بتكتبي على الورقة وقلم، اقعدي كده فكري انا عايزة ايه، انا عايزة اكون انسانة عادية شبه اي حد ماشية كده بلا هدف، ولا عايزة انجح واوصل. كل الحاجات الحلوه بتحصل الصبح، كل الماجيك بيحصل الصبح، عشان كده بقولك لازم تصحي بدري. اقعدي فكري كده وقت المديتيشن، ما تفكريش، مش عايزاكي تفكري وقت المديتيشن، خلي عقلك ده كده شوفيه هياخدك لفين، خلي عقلك يبقى ريلاكسد، مسترخي، ما تحطيش على عقلك اي لود، ما تسمحيش لاي حد يحط على عقلك لود، ضغط، ما تسمحيش حتى لنفسك تحطي على عقلك ضغط، عقلك انت محتاجاه يكون صحي ايجابي، لازم تريحيه، لازم تديله الوقت بتاعه، اول ما تصحي من الصبح كده سيبيه، خليه هو يعوم كده بالافكار، تمام، لغايه ما تحسي ان انت تمام، كتبنا كل احلامنا. بعد كده هتكتبي كل مهام اليوم، حتى لو كانت تافهه، حتى لو كانت حاجات بسيطه انت مش حساها ان هي هتكون الحاجات الكبيره. انا لغايه دلوقتي عندي نوت بوك بكتب فيها كل التاسكات بتاعتي، حتى الغسيل بتاع الهدوم بكتبه، الطبخ بكتب، بكتب عايزه اطبخ اكل صحي للعشاء وبكتب انا عايزه اعمل ايه، بكتب عايزه العب رياضه، عايزه اجري، عايزه اروح الجيم، عايزه انظف البيت. كل مهام اليوم اكتبيها قدامك، حطي بوكس كده جنبها عشان كل مره تحققي مهام تعملي صح. الاحساس بالانجاز او بالتنفيذ التاسك بتاعتك ده بيشجعك ويقولك كمان انا عايزه ايه، زي كده احساس المدمنين لما بيبقى شرب حاجه عايز تاني، انت كمان لما بتعملي تاسك وتنفذيه بتحسي انا عايز اعمل كمان، انا عايز اعمل كمان. فلازم تكتبي مهام اليوم على ورقه وقلم وتحطيها قدامك. بعد كده عايزاكي 10 دقايق بس رياضه، 10 دقايق رياضة. مش عايزه اكتر من كده، استرتشات، مش عايزه حاجه مجهود عالي، شويه تنطيط، افتحي شويه ميوزك خفيفه، ارقصي، اعملي القهوه بتاعتك وشمي ريحه القهوه كده كانها بخور في الاوضه بتاعتك، خلي لو انت يعني وسط اهلك لسه عايشه مع اهلك، خلي اوضتك دي العالم بتاعك الخاص بتاعك، ده المنفذ اللي بتطلعي منه اول حاجه. انا لما كنت عايشه في وسط بيت اهلي زي ما قلت لكم ما كنتش مرتاحه خالص، بس كانت اوضتي تمثلني، اوضتي كانت عباره عن الشقه، فيها كل حاجه انا عايزاها، تقلل خروجي من الاوضه لبره في الصاله، حتى كان عندي حاجات صغيره كده ان انا اقدر اكل واقضي معظم الوقت في اوضتي بدل ما اضطر اقعد بره. فكانت اوضتي هي عالمي، كان فيها البرفيوم اللي هو الديفيوزر، الاسنشال اويل ديفيوزر، فيها سجادة اليوجا مات بتاعتي، بصحى الصبح اظبط ارتب سريري، عندي الاضاءات مظبطاها، الاضاءه انا بحب الاضاءه الخافته البسيطه، ما بحبش الاضاءه البيضاء القويه، منظمه اوضتي، عطور، روايح، الروايح انا بحبها جدا، بحب الشموع، بحب الاضاءه، لو انت مش عارفه تظبطي اضاءه اوضتك حطي شموع في كل، حطي شمعه هاديه في كل كورنر، دي حاجه حلوه جدا، خاصه الشموع المعطره دي حاجه حلوه قوي، بتديكي روح كده وبترفع من نفسيتك. لو من الاشخاص اللي بتصحي من الصبح عندك احباط شديد وطاقه سلبيه وحاسه ان انا مكتئبه، اسمعي حاجه اسمها مورنينج افيرميشن. مورنينج افيرميشن دي توكيدات صباحيه، بتبقى جمل انت بتكرريها وراهم، يعني بتفتحيها على اليوتيوب بعد كده بتقعدي تكرري، تقولي انا ناجحه، انا حلوه، انا جميله، انا هحقق احلامي، انا انسانه كويسه، انا هسافر، انا
هكسب فلوس، انا البيزنس بتاعي هيكبر، انا انسانه محبوبه، انا بحب كل الناس، اليوم النهارده جميل، السعاده ملازماني، الحظ على طول ورايا، وهكذا. افضلي قولي الافرميشن دي، قرريها على عقلك، لان زي ما قلنا اي صوره عقلك بيتخيلها بينفذها في العقل اللاوعي، لان يعني العقل اللاوعي ده ليه تاثير كبير جدا على جسمنا. فدايما خلي الطاقه الايجابيه حتى لو بالاجبار جواكي، دايما قولي لنفسك كلام حلو، دايما بيقول الانترنال فويس بتاعنا لازم يكون كويس، لازم نقول لنفسنا كلام حلو. بصي لنفسك في المرايه قولي انا حلوه النهارده، انا شعري حلو، حطي شويه ميك اب خفيف وتزوقي، حسسي بنفسك كده بنستك، حسي بنستك واستمتعي بيها، لان دي حاجه مع العصر السريع نسيناها. البسي كعبة عالي حتى لو في اوضه نومك، البسي حاجه كده ساتان او حاجه كده حرير وحسي بانوثتك. ده كله حاجات يعني لما بتدلعي روحك بعد كده بتنعكس على حالتك المعنويه. لما حالتك المعنويه او روحك المعنويه بتترفع، نفسيتك بتترفع، عقلك بيبدا يفكر بشكل ايجابي، ولما العقل بيفكر بشكل ايجابي كل حاجه بتلاقيها بتستجيب ليكي بشكل ايجابي. لو انت من الاشخاص اللي بتشتغل وظيفة من ساعة كذا لساعة كذا، اعملي المكتب بتاعك في الشغل شخصيتك، زوقي مكتبك، دايما حطي هيدفون عشان تبعدي عن زحمة الناس والكلام اللي ملوش لازمة، ودي قالت وده عاد وزاد والحركة وشد الكرسي وخطوات الرجلين. حطي دايما هيدفون، اسمعي حاجات ايجابية، اسمعي الافرميشن، اسمعي دايما قصص الناجحين ازاي وصلوا للنجاح، وهتلاقي كل الناجحين اول حاجة بيعملوها بيصحوا بدري، فانتي لازم تشوفي هما ايه الروتين بتاعهم وابدأي قلدي الروتين ده. لو مش بتشتغلي وقاعدة في البيت، اعملي روتين خاص جوه اوضتك. لازم يكون عندك مكان كده في الاوضه مكتب، مش على السرير. اوعي تقعدي على السرير، اوعي تاكلي على السرير، اوعي تتفرجي على تلفزيون في السرير قبل ما ننام، اوكي، اوعي تشتغلي على السرير. لازم يكون بصي خشبه كده وكرسي بس، دايما زي ما بقول دايما استثمروا في كوتشي حلو، لان راحة الجسم بتبدا من رجلين، استثمروا في كرسي حلو تقعدوا عليه. المكتب اي حاجة مش مشكلة، بس لازم يكون متنظم مترتب، كتبك وقلامك، وجيب شوية الوان. الالوان يعني لما تبصي على الالوان بعينيكي بتجيب لك بهجة وتحسي بالسعادة. فدايما خلي اوضتك فيها الوان كتير، مش الوان قافلة. دايما افتحي شباك الاوضة، هوي، حتى لو انت عندك تكييف او مروحة هوي، خلي الهواء يطلع ويدخل. ده برضو بيديكي لما تلاقي فيه هواء كده داخل اوضتك وجاي لامس بشرتك، هتحسي كده باحساس حلو. انا عايز اي حاجة تساعد على رفع الحالة المعنوية بتاعتك. ظبطي مكتبك، جيبي كرسي، لو ما فيش اي كرسي احطي مخدات كده وظبطيه، وقعدي ابدأي الشغل بتاعك. حتى لو مش بتشتغلي ابدأي ادرسي اونلاين، عندك كورسات كتيرة جدا على اودمي او موقع اسمه المنتور، اقعدي اتعلمي حاجات كتير، اقل في كل حاجة وشوفي انت الباشون بتاعك ايه، الشغف بتاعك في ايه، بتحبي ايه اكتر حاجة في البيزنس، ولا بتحبي في مجالك لو انت دكتورة او طالبة او محامية او كل محاسبة او اي حاجة، اتعلمي حاجة على الاقل من 30 دقيقة ل 60 دقيقة في المجال بتاعك، او اي حاجة حاسة ان انت هتكملي فيها او حابة تشتغلي فيها وتكبري فيها. تعلمي لغة جديدة، خلصنا القراية في المجال بتاعنا، تعلمي لغة جديدة. في تطبيق انا منزلها اسمه دولينجو، دولينجو ده انا كل يوم لازم اخلص 5 ليفل عليه، او 5 مديول عليه، او 5 امتحانات عليه، دي حاجة خلاص مفروغ منها. العقل يا جماعة زي اي عضلة، زي ما بتروحي الجيم وتمرني عضلاتك عشان تكبر وتقوى، العقل كمان محتاج ان انت تشغليه، لان دلوقتي في العصر الحالي دايما باصين على الموبايل سكرول سكرول، فالعقل ما عادش بنستخدمه بقوته. وعقلك يا جماعه فيه يعني قوه خارقه، بس انت لازم تستخدميه كتير وتمرنيه زي عضلات الجسم ما بتمرنيها في الجيم. فلازم تعملي شوية تمارين لعقلك،
اتعلمي لغة جديدة، لان اللغة بتقوي المخ، بتقوي مهارات المخ، بتستخدمي عقلك، فبالتالي بيساعدك وبتحسي ان انت عملتي انجاز. دايما حاولي ان انت تكوني حواليه للناس البوزيتيف، الناس اللي ضحكتها حلوه، الناس اللي دايما حتى لو الدنيا غلباها بتضحك ومبسوطه وبتتزقط وبتتنط. شوفوا اكتر حد ناجح حواليكوا، الزقوا فيه، خليكوا معايا عشان تتعلموا منه ويشجعكوا ودايما يحسسكوا ان ان ان, إن الدنيا مش بس فسح واكل ومولات وشوبينج وصرف فلوس. الحياة حلاوتها في النجاح. انا من الاشخاص اللي بقسم اليوم على 3 مدارات، من الساعة 5 لغاية الساعة 11، ومن 11 ل6، ومن 6 لغاية 10. الصبح، فترة الصبح دي بتبقى شوية تأمل، تمرين تنفس، يوجا، بلعب يوجا كتير جدا عشان انا مدرسة يوجا دلوقتي بدرس اونلاين. لو حابين تحجزوا معايا هتلاقوا اللينك على الانستجرام بتاعي وانا سايباه في الديسكريبشن بوكس. اروح بعد ما بخلص اليوجا بروح اجري 2 كيلو، عشان انا بسافر وما عنديش مطبخ وما عنديش اوبشنات، فبجري 2 كيلو. بعد كده بروح وانا في الطريق باكل كلاب الشارع، باخد كيسه صغيره كده اكل كلاب، وانا ماشيه في الشارع باكل الكلاب لغايه ما بوصل الكوفي شوب، اطلب القهوه بتاعتي الامريكان كوفي، واقعد وافتح الموبايل بتاعي واقعد اقرا كتاب. فلازم تمرني عقلك، لازم تستخدميه بشكل مستمر على مدار اليوم بتمارين مختلفه، قرايه، تعلم لغه جديده، شويه مسائل حسابيه، الحاجات دي كلها بتشغل مخك. فلما مخك بيشتغل بتحسي ان انت انسانه منتجه برودكتيف، لما بتحسي ان انت منتجه وبرودكتيف بتحسي ان انت تقدري تحققي حاجه، وده في حد ذاته هيحسسك بالطاقه الايجابيه. خلصنا المهام بتاعه الصباح، ابتدي نبدا الشغل بتاعنا. زي ما قلنا، لو انت بتشتغلي شيفت او بتشتغلي من البيت، حتى لو انت مش شغاله اعملي نظام كانك بتشتغلي، حتى لو انت طالبه وبتروحي الكليه. بعد ما بنخلص شغل، بعد ما بنخلص كليتنا، بعد ما بنخلص المهام بتاعتنا الرئيسيه عشان ننمو في البيزنس بتاعنا او في حياتنا، كافئي نفسك كده مكافاه في نص اليوم على الساعه 5 كده. انا بعمل ايه؟ بروح اتمشى على البحر. يعني التمشيه دي في حد ذاتها نوع من انواع التامل، بتخلي العقل يبقى ريلاكسد. هتلاقي ان اعظم الافكار اللي بتجيلك وقت ما بتكوني بتتمشي، لان العقل عارف ان الوقت ده وقت مش هتستخدميه، وقت ريلاكسد، بتقعدي تتاملي الطبيعه اللي حواليكي. ولو انت مش حواليكي، يعني حاولي تشوفي مكان، اقرب مكان ليكي طبيعي، في بحر، في خضار، جنينه، اي حاجه حواليكي طبيعيه روحي اتمشي فيها. هتلاقي ان اعظم الافكار، احسن الافكار بتجيلك وقت ما انت بتتمشي. فاول ما صحينا الصبح كافئنا نفسنا بحاجات صغننه كده، بالكوفي بتاعتنا، بحته شوكولاته، بالزيوت العطريه والشموع حوالينا، اشتغلنا، خلصنا، جينا على نص اليوم، او مش نص اليوم، قبل الغروب او وقت الغروب. تمشي ده حلو، وقت حلو جدا، ده يعتبر كتريت ليكي، بتكافئي نفسك بيه على الحاجات اللي انت التزمتي بيها على مدار اليوم والتاسكات اللي انت حققتيها. وعشان كمان تحسي ان انت انسانه منتجه مش لنفسك وبس، ما تحسيش ان انت كل حاجه لنفسك وتحسي ان انت انانيه، اعملي حاجه للي حواليكي، لصديقه حواليكي، لقريب، حتى حيوان في الشارع، حتى البيئة حواليك. وانت ماشية لقيتي ورقة او بلاستيكية او حاجة على الارض، شيليها، حطيها في باسكت الزبالة. حيوان في الشارع جعان، اكلي، كلب عطشان، شربي، صاحبتك بتعيط، اسمعيها، بس ما تخليش برضو ان انت تستقبلي الناس اللي بتعيط. الشكاية البكاية دي كتير في حياتك، يعني حاولي ان انت تحطيها ليميت، لان هتلاقي ان معظم الناس بتجيلك وقت ما بيكونوا زعلانين او متضايقين وعندهم مشكلة، بس لما بيكونوا فرحانين وكده يعني هم عايشين في العالم بتاعهم الخاص. فدايما قنني ده. فدايما حاولي ان انت تدي للغير، سواء جماد، سواء حيوان، سواء انسان، وده هيحسسك من جواك ان انت انسانه ذات قيمه، انسانه فعلا بتدي وتستاهل كمان ان هي تاخد. كده بقول للناس اللي عندها درجه عاليه من الاكتئاب فعلا بيبقى محتاجه طبيب نفسي، فتقدري تروحي لطبيب نفسي، تستشيري طبيب نفسي. لو انت مش معاكي ماديا ان انت تروحي لطبيب نفسي، الطبيعه كفيله ان هي تعالجك. روحي اطلعي رحله كده
على قد الحال، مش هتصيفي فيها كتير، شوفي اقرب مكان ليكي، في طبيعه، في بحر، في جبال، في صحراء، في اي حاجه، في اماكن كتير هتلاقيها حواليكي. انا ما اعرفش متابعيني منين، فاكتبولي في الكومنتات تحت. روحي اقعدي في المكان الطبيعي ده فتره، استجمي، ما تتكلميش، اعملي صيام الكلام، اقعدي كده يوم ما تتكلميش، اقعدي كده مع نفسك ما تفكريش، ريلاكسنج جدا. اليوم ده هيعالجك، كفيل ان هو يعالجك ويرفع من روحك المعنويه، هيحسسك ان الدنيا مش مستاهله الصراع اللي جواكي، مش مستاهله الاكتئاب، مش مستاهله التنشنه. انت ممكن تحققي كل حاجه طول ما انت ريلاكسد، ماشي على المهام بتاعتك، ماشي على الخطه بتاعتك. لو برضو مش قادره على فلوس الطبيب النفسي، في ريتريتس يوجا كتير جدا يا جماعه، هتلاقوها قريبه منكم. روحوا الريتريت اليوجا. اليوجا من الحاجات اللي خلتني، ساعدتني على الاسترخاء، ساعدتني ان انا افهم روحي، افهم عقلي، وافهم نفسي. لان انا كنت في فتره من الفترات كده، يعني كنت بعمل كل حاجه وبنجز وبنجح، بس في حاجه كده كنتش فاهماها، يعني هو انا ليه كده. اليوجا ترجمت لي نفسي. فلو انت مش قادره ان انت تروحي لطبيب نفسي، روحي اي ريتريت يوجا، اقعدي اتعلمي عن اليوجا. لان اليوجا قبل ما تكون حاجه جسديه، هي حاجه روحانيه اكتر وعقلانيه، يعني بتوصل او بتعمل يونيون، يعني بتوحد كده عقلك وجسمك وروحك مع بعض. بس هي ملي اصلا اساسا هي للروح والعقل قبل ما كل الجسد. فجربيها وهتدعي لي. وانا دلوقتي بعمل سيشنز يوجا اونلاين، لو انت حابه تتدربي معايا يوجا احجزي معايا سيشن، هتلاقي اللينك على الانستجرام. طبعا في الوقت ده هتحتاجي ان انت تبعدي عن التكنولوجيا، لان معظم البنات عندها الصراع الداخلي ده، بسبب ان هي دايما عامله فولو الناس كتير على الانستجرام او التيك توك او السناب شات، ودايما بتشوف الناس دي في ابهى حالاتها، فتقول ايه ده، هما ليه احسن مني، هما ليه عايشين حياتهم، هما ليه عندهم كل اللبس ده، وليه عندهم كل الفلوس دي، هما ليه بيسافروا العالم وانا قاعده هنا محلك سر، مش عارفه اتحرك من مكاني، مش عارفه احقق اي حاجه. ابعدي عن التكنولوجيا، لان معظم الحاجات اللي انت بتشوفيها على السوشيال ميديا، انت بتشوفي الطاقه الايجابيه بتاعتهم، لان هم دايما بيظهروا وقت ما هم عندهم طاقه ايجابيه. بس هم كاي بني ادم، حتى لو هم يعني مليونيرات، بيجي لهم طاقه سلبيه، بيحسوا بالاحباط، بيعيطوا، معظمهم بيروحوا يتعالجوا عند طبيب نفسي من الاكتئاب. فانت ما تخليش الحاجات الفيك تاثر عليك. من الحاجات برضو اللي ساعدتني كتير جدا، ان فاكرين كده الانسان القديم لما كان يعوز ياكل، كان بيروح يصطاد ويحضر الاكل بتاعه. انا من الحاجات برضو اللي بتخليني اتامل، يعني بحب دلوقتي كل حاجه اعملها على السلو مود، بهدوء. بحب اطبخ لنفسي، اطبخ لنفسك اكل حلوه نباتيه، يعني انا مش نباتيه، بس حلو ان من فتره للتانيه تعملي ديتوكس لجسمك، اشربي مشروبات صحيه، خضروات، مشروب الخيار بالنعناع والليمون. اول ما تصحي من النوم اشربي كوبايه ليمون دافيه، تلاقي دايما الاسيويين بيشربوا ميه دافيه على طول، ودي بتساعدهم على فقدان الوزن او ان هم يعني يفضلوا فات. استمتعي وانت بتقطعي الخضار، اتأملي جمال الالوان وانت بتطبخيه على النار، صوت الزبده وهي بتتحط على النار، صوت الحله. يعني دلوقتي اساسا في فيديوهات على اليوتيوب الاصوات، يعني هو الفيديو عباره عن الاستمتاع بالاصوات وهي بتطبخ وهي بتنظف البيت وهي بتاكل وهي بتعمل القهوه بتاعتها. فدي من الحاجات برضو اللي احنا فقدناها مع العصر السريع. زي ما في كل يوم هدف، زي ما كل اسبوع هدف، زي ما كل في شهر هدف، زي ما قلنا ان الصبح بيبقى فيه تريت صغنن كده ليكي، مكافاه ليكي صغننه، ان انت صحيتي بدري، كوبايه القهوه والشموع والروائح، الساعه 5 تروحي تتمشي، ده تريت تاني. قبل ما تنامي تريت تعملي لنفسك، ان انت تقعدي كده مع نفسك على السرير، تقعدي تعملي ريفيجن كده لليوم، ريفيوينج لليوم بتاعك، اقعدي اكتبي احاسيسك، مشاعرك. انا من الاشخاص اللي دايما بشجع ان انت تكتبي خطه اليوم التالي قبل ما بتنامي،
اكتبي كل اهداف اليوم التاني، هتحسي ان انت دايسه، يشجعك ان انت تصحي تاني يوم بدري وتحسي اه انا مش مضطريه اكتب اي حاجه، انا كل حاجه ايه كاتباها، التاسكات بتاعت النهارده انا كاتباها من قبل ما انام. بس ان انت اول ما بتصحي الصبح بيبقى في برين ستورمنج، اكتبي كل حاجه حاسه بيها، واهم حاجه اكتبي افكار، كل فكره بتيجي على دماغك اكتبيها، لان الانسان الغني هو الانسان اللي عنده افكار. الفلوس على فكره مش مشكله خالص يا جماعه، الفلوس عمرها ما كانت مشكله اي حد ناجح. الناس الناجحه بتقول لو عندك فكره واحده يبقى انت خلاص دي ممكن تحوليها لمشروع. الفلوس سهل تجيبيها، سهل ان انت تلاقي حد يمولك، بس الصعب ان انت تكوني انسانه كرييتيف، انسانه تكون عندك المقدره ان هي تولد افكار. فانت لو عندك فكره اكتبيها واشتغلي عليها، ولازم تثقي في الفكره دي وتحسي ان فعلا الفكره دي هتنجح، ففعلا هتنجح معاكي. الفلوس دي اخر حاجه تفكري فيها، اهم حاجه ان انت يكون عندك فكره وتشتغلي عليها وتصدقيها وتبذلي عليها مجهود، ويكون في التزام بالخطه اللي انت كاتباها تجاه الفكره دي عشان تحققيها ويبقى مشروع كبير ويحصل النجاح في الاخر. دايما كده قبل ما تنامي عودي نفسك يكون عندك كتاب اقري فيه قبل ما تنامي. وطبعا قبل ما تنامي بساعة ونص بتكوني قافله الموبايل، بتكوني قافله اللابتوب، بتكوني قافله كل حاجه، تكوني انت والكتاب ده، بتبقي قاعده في السرير بتتكلمي مع نفسك، بتتكلمي مع كتابك، تاخدي افكار. لازم الكتب اللي انت تقريها قبل ما تنامي تكون كتب ايجابيه. الكتب الايجابيه دي زي الناس الايجابيه في حياتك، زي ما انت بتجمعي الناس اللي حواليكي تخليهم ايجابيين والناس دايما فرحه فرحة ومرحة كده وبيضحكوا. لازم الكتب اللي يكون معاكي في اوضتك لازم تكون كتب ايجابية، ما تتفرجيش على فيلم رعب وفيلم خوف وفيلم مش عارف ايه، الحاجات دي بتأثر على جودة النوم. وبرده في حاجة عايزة اقولها لكم، ما فيش كوفي بعد الساعة 2. ليه؟ لان تأثير الكافيين بيفضل في الدم لغاية 8 ساعات، فاخر كوباية قهوة تشربيها تكون الساعة 2 الظهر، وعشان انتي هتنامي الساعة 10 عشان نقدر نصحى الساعة 5 الصبح او 5:30. فانت من الساعة 8:30 كده تسحبي تروحي على سريرك، تقعدي تقري الكتاب بتاعك، تكتبي كل مشاعرك، تكتبي خطة اليوم التاني، وتقري الكتاب وتستمتعي بيه وترخي نفسك وترخي مخك وترخي اعصابك، وتحسي ان انت كل حاجة كده قادرة تحققيها، وتكتبي كل ده وتكتبي كل احلامك، هتلاقي كل حاجة. اهم حاجة ان انت تحصلي على جودة نوم حلوة. النوم من الحاجات الضرورية جدا اللي بتريح المخ، زي ما قلنا القراية وان انت تتعلمي لغة جديدة وان انت تشغلي مخك، ده حاجة مهمة جدا ان انت توفري جودة نوم عالية لمخك او لعقلك، دي حاجة مهمة جدا لازم تشتغلي عليها. فأي حاجة عشان تنجح معانا، اي حاجة عشان نحققها، لازم احنا محتاجين نعمل لها برنامج. زي ما بنروح الجيم عشان نخس ونظبط جسمنا، المخ برضو محتاج ان احنا نمرن ونتعلم لغات ونشتغل على مهارات جديده فيه ونتعلم حاجات جديده في مجالنا. النوم برده من الحاجات المهمه اللي بتخلي العقل بتاعنا مرتاح ريلاكسد، فبيعزز من طاقتك الايجابيه. ودي كانت حلقة اليوم للناس اللي دايما عندها طاقة سلبية وحاسة بالإحباط والفشل. أنا قلت لك كل الحاجات اللي تخليكي حاسة بالطاقة الإيجابية وحاسة بالفرح وحاسة إن أنتي قادرة تحققي كل أحلامك وتحققي أهدافك. اكتبي كل النقاط اللي أنا قلت عليها في فيديو النهاردة وحطيها قدامك في الكشكول في النوت بوك اللي بنكتب فيه كل أحلامنا. النوت بوك قسميه لتاسكات، جورنالينج، كتابة يومية، وأفكار حاجات انت عايزة تحققيها. فاكتبي كل اللي احنا قلنا عليه النهاردة في الحلقة واحدة واحدة، اكتبيها على ورقة وبصي عليها بعينك، لان من عين شافت العقل بيتصورها، ولما بيصورها بيعملها برنت على الجسم، الجسم بيشتغل تجاهها. اتمنى ان يكون فيديو النهاردة مفيد بالنسبة لكم. لو حابين تتكلموا معايا وان تو وان، انا بعمل كول، هتلاقوا اللينك سايبه على الانستجرام، واللينك الانستجرام في الديسكريبشن بوكس، ممكن تحجزوا معايا كول وان تو وان، نعمل لك روتين خاص بيكي بالطريقة اللي تمثل شخصيتك وستايل حياتك. اتمنى فيديو النهاردة يكون مناسب بالنسبة لكم وفاتكم كتير. لو فاتكم ياريت تشيروه لأصحابكم عشان كمان هما يستفيدوا. ما تنسوش تعملوا اشتراك بالقناة، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.